السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية. اليوم إن شاء الله خرجت، جيت هنا باش نوريكم هذه الفصة التي تتوصل النضج ديالها كي تتولي، تعطي واحد النورة رائعة في هذا اللون موف. رائع كما تشوفوا، راه نوصف لكم زعما تنعيا ماشي بحال العين المجردة. الصراحة هي هادي واحد اللون رائع، هانتوما شتو المكان كله تقريبا فيه راك فيه نبتة هاد الفصة وصلت النضج ديالها وتيبان هداك ديك النورة، تتعطي واحد المنظر رائع كما تشوفوا. هادي دروكا خلينا دروكا، مازال غادي حشوها ان شاء الله باش يبسوها تتيبس كما قلت في الفيديو السابق اللي سبق من هذا. غادي ان شاء الله يجيبوا الماكينه تيطحنوها تولي بحال التبن وتيبيعوها للناس الكسابه، تعطيوها للبهايم ديالهم، خاصه الناس اللي عندهم البهايم كتار، فيرمات الكبار وداك الشيء تيستعملوها كعلف، يعلفوا بها الحيوانات ديالو. او كما قلت لكم الحمد لله دروكا ولاو البيار في البلاد، دروكا نيا ولا الفلاح الحمد لله، وقت ما بغى الماء تيلقاه تيسقي بها هكا بحال هكا الفصة ديالو ولا الجنان تاع الزيتون ديالو ولا شي فلاحة شي خضرة موسمية دايرها تيسقيها بها ومشين الحال الحمد لله رب العالمين. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على نعمه. ياكم هذا تشوفوا الجو رائع، جو صيفي، السماء صافية، الأرض هنا كما تشوفوها راه كل شيء حصادو ودرسو ودخل هذيك البركة اللي كتب لي الله البيت ديالو بعد ما زكا. كيما ما قلنا راه الزكاة ديال الحبوب تكون في القاع، ما تيدخلش بنادم الخناشي تاع الزكاة تاع الدار، لا هذاك حق المساكين، من القاع خرجوا فرقوا على المساكين. لا بغيت نجا غدا قدام الله وانا مار شفت هذا المنظر الرائع، شلال صغير هنايا. الشخص اللي بيسقي البلاد ديالو دار هنا حبس الماء ديالو هاد القادوس هنا باش ينزل الماء ويمشي لداك داك المجرى تاع المياه، يمشي للبلاصة اللي بغا يسقي فيها، سواء الجنان ديالو ولا فصة كيما تتشوفو. مرة غادي مع داك المسرب في القصد اللي بغى الفلاح اشي يسقي به، اما الجنان الزيتون اما فصا اما خضرة. والفلاحة تيستعملو هاد القواد سادو باش يجيبو الماء من البير ويوصلو للبلاصة اللي بغا يسقيوها. وهذا منظر رائع كما تشوفوا، شلال صغير منظر رائع، كان بحال ديك منطقة أين سردون في الملال على تطوير المكان. فلا يختنا هاد النعمة يا ربي، الحمد لله على النعمة. الماء راه نعمة، خصنا نشكر الله عليها. هذاك الماء شرب يقول قبل ما يشرب بسم الله، شرب يقول الحمد لله الذي سقاني هذا الماء من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي جعله عذبا فراطا في فمي برحمته ولم يجعله أجاجا مالحا بذنوبي. راه نعمة
كما تقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا حياة بدون ماء، لا حياة بدون ماء. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على النعمة التي أنعمت علينا بها وأديم علينا يا رب أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. لو أنت من الفيديو روحكم ولمن شارك شارك، شعور الجرس بريدك الصفات عبتك كل أشهدكم يوتيوب إن شاء الله كل جديد إن شاء الله. كما أتمنى أن تخبروا المعارف ليكون أصدقاء يشاركوا بالله قناة مباركة لتعم الفائدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.